مواطن تونسي بتشارك في الانتخابات الرئاسية اللي باش تصير طبعا يوم 6 أكتوبر. اي ودخلت الموقع نتاع بليزي ليزي وخذيت البيرو نتاعي والعدد وكل شيء مريقل ومتحضر. اي واخترت رئيسي واموري مريقل. ديجا معناتها اخترت به الاختيار نتاعك اللي باش يكون في قصر قرطاج اللي باش يحكم الشعب والبلاد على انا خلفيه يعني عن طريق على خلفيه البرنامج. شفت البرنامج الحملات الوعود ولا شنو؟ شوف هما اللي بقاو لنا ثلاثة رؤساء. ثلاثة مترشحين نحكي. ثلاثة مترشحين للرئاسة. يكون المفهوم خير. الثلاثة كل واحد عنده برنامجه وكل واحد يختلف. شفت البرامج نتاعهم. ريتهم زهير والعايشي الزمالي وقيس سعيد. كل واحد في البرنامج نتاعه عنده إيجابيات وعنده نواقص. وهذه طبعا تصير في برشا انتخابات وبرشا حملات انتخابيه وبرشا برامج. لكن احنا راهو حبينا ولا كرهنا اي حاجه جديده علينا. وحتى العشر سنين اللي تعديت في بعد الثوره كنا نعمل وكنا نستنوا وانه احنا نولوا بالمجد في وعي خاصه للمواطن خاصه الشعب اللي هو باش يختار رئيسه. راه مش سهله. راهو رئيس باش تحطوا المدة معينة 5 سنين من عمرك باش يتعدوا 5 سنين تكون محضر روحك مبرمج شنو اللي نواقص شنو الأولويات شنو العشر سنين هذيك تعدت سراب. كل واحد يجبد ويمزق في الدولة من 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 شيرة خلانا في حالة حالة فراغ سياسي. بل هي فما حاجات قاعدة تقع في الخفاء وطبعا المواطن ما يديش عليها الا السياسيين ولا المتحنكين في السياسه ولا الناس القراب كاعلاميين كمثقفين كهذوكم اللي يعرفوا برشا خبايا. واحنا ككبرنا ونعرفوا فهمتي زادت بلادنا ما هيش بلاد باش نعرفوها كيفاش كانت تونس في عهد الاستعمار كيفاش انتقلت لمرحله البناء مع بورقيبه كيفاش جاء بن علي ثم جات العشر سنين ثم احنا تو في المرحله ما صار 5 جميع يعطيك صحه. لكن هذا الكل المواطن ما لقاش روحه خاصه الزوالي وخاصه الانسان اللي بالمجد يحلم بك الحلمه الباهيه اللي هي اكثر واحد قاعد يدفع في الفاتوره هو الشعب. اي هو الزوالي هو الزوالي. احنا كي نراو اللي حوالينا الكل من كل حاجه راهي ملي تقوم الصباح تغسل وجهك باش تعدل العطار باش تمشي للمدرسه توصل ولدك ولا تمشي للمعهد ولا تمشي للسوق ولا تشوف معناها دار لقمان على حالها وكل حاجه نقولوا هذه نستبشروا خير فيها الا ونزيدوا خطوه الى الوراء. وهذا طبعا التونسي راهو وكما تعرف التونسي راه يصبروا وبعدين راهو قالت شو اسمها للصبر حدود. اذا البرامج ما تكفيش والوعود ما تكفيش. اللي عنده وهذا القناعه اللي عنده في مخه واللي عنده برنامج باهي ابار البرنامج نتاع الحمله يلزم يكون عنده برنامج اخر برنامج خفي اللي هو السياسي المتحنك اللي يحب المجد. على خاطر شوف البرنامج راهو ساعات يعملوا لك فيه عصاف العجله. تقعد عندك برنامج وعندك برنامج زاده موازي اللي كنت تعرفه قابل للتنفيذ على ارض أكيد, اكيد 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 بدون مراوغه وبدون معناها تعدى الحمله الانتخابيه ونطلع وبعدين برا انا يعني رجلت اموري بعد طز في سامحني ما بين قوسين. لكن يعطيك الصحه هذا زاد راهي من الحاجات زاد اللي يسقط فيها كل انسان سياسي يحب يراوغ الشعب. لكن الشعب راهو يصبر كما قلت لك وفي اعمال وبعدين يجي يحاسبك. وشفتوا انتم مشى بورقيبه جا بن علي مشى بن علي جت العشريه ومشى الى يوم الناس هذا. نرجع لك للمترشحين الثلاثه كل واحد له ايجابيات كما قلت كل واحد وعنده سلبيات. لكن احنا تعلمنا حاجه لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين بصراحه. كل واحد نجيبوه جديد فريشك ونحطوه ويبدا يدبس من الاول ونبدو من عاود من الاول. والله انا شخصيا ولت عندي قناعه واني نكمل باللي عندي حتى لين على الاقل كي يهز لي باب واحد
ولا شعار واحد ولا برنامج واحد، مكافحة الفساد. تونس رايب كلها فساد، وهذا أكبر 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 يمكن ملف ساخن، ملف معقد، ملف فيه خيوط عنكبوت غريبة جدا تحيط به كل التماسيح اللي هي مش تماسيحك التماسيح، تماسيح بالمجدة، واللي يقرب للملف هذا إلا ويلقى روحه أوت. هنا يلزم، وهذه نصيحة للرئيس اللي باش يجي، يكمل، وانت تفهمني يكمل، لان اذا كان فهمتي لا تكمل، تكمل برنامجك على مكافحه الفساد، راهو الشعب في تونس خاصه في تونس تو احنا متعطش للتجديد الجذري الصحيح، مش لرفع الشعارات. احنا اذا كان الغول هذوما ينقصوا او يشوفوا كيفاش يعمل لهم برنامج الرئيس القادم، ويعمل لهم ما نعرفش كما نادى قيس سعيد للمصالحه للتصفيه فما الصلح الجزائي وما الى ذلك. اذا كان فما ناس عندها مصداقيه وتحب المجده، يا سيدي عفى الله عما سلف، وهيا نبدو صفحه من جديد، وجيب فلوسك علاش خليها في فرنسا وفي اوروبا متمتعين بها الناس؟ عندنا الاف المليارديرات، مش كلامي، كلام البنك المركزي وكلام البنك المركزي وكلام الناس اللي الجهات الرسميه اللي يعرفوا. ولا دونك هنا الواحد اذا كان كأنت تحب تونس، رجع فلوسها للعباد هذيا وعفى الله ما صرف، وخلي نبدو، خلي تونس ما عادش تحمل. يا بنتي ما عادش تحمل تونس، رانا تعبنا، راه اذا كان نشوفوا كيفاش نعيشوا وكيفاش كنا، كنا قبل نقولوا خير من تو. انا يعني ماني صغير ونعرف شو معناها قبل خير من تو. بالمجد قلت عندنا ديمقراطيه، ولينا نتكلموا، ولينا البوليس ما يخوفناش، والحرس ما يخوفناش، ونتكلموا بكل جرأه وبكل حريه، معناها ثم تقدم. اشنو اللي ينقصنا؟ ينقصنا الناس اللي يحطونا في الاعصاب العجله. هذوما العباد الحجره هذوما اللي ما يحبوش نتقدم، ما يحبوناش نعيشوا خير، ما يحبوناش نطوروا امورنا. عندنا شويه احنا من كفاءات في توانسه، احنا اولادنا وبناتنا يستغلوا فيهم البرك، مهندسين، اساتذه، اطباء، علماء، علماء، اي علماء، علماء في التكنولوجيا وفي الـ في الـ في, الـ في الذكاء الاصطناعي. توانسه هي ايش بينا احنا؟ ايش بينا احنا؟ دي تونس راه تونس قادة الدولة القرطاجينية وقادة الدولة الإسلامية والدولة الحفصية والدولة المهدية و هذا حضارات كبيرة برشا. نجيو تو احنا نولوا حايرين في رئيس كلام هذا. احنا انا نختم لهنا، انا نقول وبكل صدقة، اللي جاي وعنده فوق ظهره عبء كبير برشا باش ينفس المجتمع وينفس البلاد هذه وينفس التوانسه، وبكل صدقه ربي يعينه وربي يوفقه.